مساء الخير واهلا وسهلا فيكم جميعا بسحب جديد للوتو اللبناني، السحب رقم 2083 لتاريخ الليله الاثنين 13 شباط 2023. بكره عيد الحب، انا من الليله بدي اقول لكم هابي فالنتاينز داي، وان شاء الله كل ايامكم حب وفرح مش بس بهيدا النهار، يعني وسط كل شيء عم نمرق فيه وكل الظروف الصعبه بيبقى الحب والمحبه احلى شيء بالدنيا كلها. بهيدا العيد اللي بحبوا بعضهم يتبادلوا الهدايا على امل انه اليوم يطلع لاكثر من شخص منكم هديه حرزانه من اللوتو اللبناني، لانه نحن بنحبكم على قد ما انتم بتحبونا. الجوائز معنا لليوم كثير حرزانه، المرتبه الاولى عم نحكي عن جائزه تقريبا 9 مليار ونص، يعني على القد 9 مليار و488 مليون و750 الف و245 ليره لبنانيه، جائزه حرزانه كثير. بالنسبه للمرتبه الثانيه ما في تراكم والجائزة حوالي 400 مليون ليرة، وإذا ربحت منعرف قيمتها على القد، أما زيد مثل العادة 75 مليون ليرة. الليلة موجود معنا بالستوديو أستاذ بسام جوني، عضو لجنة الرقابة ومندوب بوزارة المالية. أهلا وسهلا فيك معنا الليلة. أهلا فيك، بونسوار. بونسوار، ينعاد عليك. وعليك يا رب وعلى الجميع. فورا رح ننتقل إلى المكنة ونبدأ بالسحب. برجع بكرر رقم السحب 2083 لو سمحتوا شيكوا على شبكاتكم. منبلش مع أول طابة، واحد، طابة الثانية 13، طابة الثالثة 32، الطابة الرابعة 24، الطابة الخامسة 3، احداش الطابة السادسة، والطابة السابعة 19. هودي هن أرقام اللوتو لليوم. هيدي هي السيري، مثل ما بتعرفوا في 6 طابات أساسيات وطابة سابعة إضافية على طول مخصصة للجائزة الثانية، يعني لحتى تربحوا الجائزة الثانية بدكم تصيبوا 5 طابات أساسيات والطابة السابعة الإضافية. خذوا وقتكم شيكوا على شبكاتكم، لكل يلي مشتركين معنا بزيد تابعوا معنا. زيد الرقم مؤلف من 5 طابات ودايماً عشوائي بأعلى الشبكة، مش أنتو بتختاروا. إن شاء الله أكبر عدد منكم يصيب رقم الليلة. منبلش مع أول طابة، واحد، طابة الثانية 3، طابة الثالثة 6، طابة الرابعة 5، والطابة الخامسة وهي الأخيرة رقم 1. 1 5 6 3 1 15 631. مشاهدينا، إذا صبتوا الرقم كامل مثل ما موجود قدامكم على الشاشة عندكم الفرصة أنكم تربحوا 75 مليون ليرة. أما مثل العادة ودايما بكرر، إذا صبتوا آخر رقمين، آخر 3 أرقام أو آخر 4 أرقام أيضا، في عندكم جوائز مخصصة لكم. هلأ شيكوا على شبكاتكم، نحن رح نتوقف مع بريك قصير ونرجع لكم مع التابلويات جاهزة، لاقونا. بيقولوا الحياة رحلة، ومثل كل الرحلات مخبية قصة بتستحق تنحكى. قصة عمرها 12 سنة، مليانة دموع وضحك، صعوبات ونجاحات،
ربح وخسارة، رحلة عندها حلم واحد، إنها ترجع الفرحة والاحتفالات لعنا. 12 سنة من صناعة أفخر ويسكي من وليان سكوتلندا لترجع لبنان وترفع نخب كل لبناني ويبقى كاسنا مليان. Glenbey 12. Savor the journey. قومي منك لعن المدرسة، عندكو حفل. Bring up the heat. مامي ميرو مليون مرة قلتلك ما تقوليش مامي، مامي بتوترني. طب بقولكو ايه، الستات على اخرها مستنين اي فرصة ويهربوا من مسؤولياتهم. فأين ذهبت الأمهات؟ يا نهار اسود منيل، دي مؤامرة، مؤامرة متكاملة الأطراف. أوتار إيفنتس بريزنتس فارس الغناء العربي عاص الحلاني بمناسبة عيد الفالنتاين لايف إن كولن جيرماني 18 of February 2023 for reservation. درجة حبي مو طبيعية. Nostalgie présente Hélène Ségara en concert le 18 février au Casino du Liban. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Et si tu n'existais pas? Le meilleur d'Hélène Ségara pour une Saint-Valentin exceptionnelle. Danse à nouveau, danse, encore danse, jusqu'à l'oubli. ندى، دكتورة ندى. جد ما عرفتيني. شو مشكلتك؟ كل ما أتعرف على مرة حلوة تعرفي إنك أحلى شيء صار بحياتي، بتغرم فيها بسرعة. تعرف إنه أنت كل حياتي. مشكلتي هي إني كمان بزهق بسرعة. عبدو، شو صار لك؟ فلي من هون أنت وسميتي. كمل عبدو. أنت أحلى مرة شفتها بحياتي. هيك قوية. نقص في الكوادر الطبية وتكلفة العلاج تتخطى قدرات اللبنانيين. هل العناية الصحية باتت من الكماليات؟ الرعاية الصحية حق مفتقد للبنانيين، فمن يحمي حياتهم؟ وزارة الصحة تطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة رؤية 2030، ما هي ركائزها ومن المستفيدين؟ أصبح من الضروري وضع استراتيجية وطنية للصحة التي تهدف إلى نظام صحي يضمن حصول الجميع على رعاية صحية. خطط كثيرة ظلت حبراً على ورق، فما القدرة على تمويل وتطبيق الخطة الجديدة؟ صرخات اللبنانيين تعلو وتفاقم الأزمات الصحية، هل تنجح استراتيجية 2030 بمعالجتها؟ الصحة في ظل الانهيار في 2030 مع ألبير كوستانيان. ضيوف الحلقة: وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض، رئيسة الفريق التقني في منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور إليسار راضي، مدير مركز ترشيد السياسات في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور فادي الجردلي. الليلة 9:30 مباشرة على الـ LBCI. مشاهدينا لحتى نتابع القسم الثاني من حلقتنا لليلة، وهلأ صار وقت نعرف إذا في عنا رابحين، إن كان بالمرتبة الأولى بالمرتبة الثانية أو بيزيد. خلوني أذكركم بالجوائز لكل يلي ملحقونا بأول قسم من حلقتنا. الأولى عم نحكي حوالي 9.5 مليار، الثانية حوالي 400 مليون، وزيد 75 مليون ليرة. لنعرف إذا في عنا رابحين الليلة بالأولى والثانية باللوتو، خلونا نرجع نتأكد أنا وياكم مرة جديدة من الأرقام مع أستاذ بسام. تفضل بسام لو سمحت. سحب اللوتو رقم 2083 لنهار الاثنين 13 شباط 2023، حمل الارقام السته التاليه: 1 13 32 24 3 11، والطابه السابعه الاضافيه للجائزه الثانيه 19.
شكرا لك وسام، يعني تنشوف اذا هالارقام كان وجهن خير على حدا. الى تابلو اللوتو، مرتبه اولى. ما في اولى، ولكن في عنا شبكتين بيربحوا بالمرتبه الثانيه. الف مبروك، كل شبكه بتربح 272 مليون و 938 الف ليره. بالمرتبه الثالثه في عنا 35 شبكه، كل شبكه بتربح 8 مليون و 469 الف ليره. بالمرتبه الرابعه في 1628 شبكه، كل شبكه بتربح 182 الف ليره. وبالمرتبه الخامسه 24629 شبكه، كل شبكة 32 ألف ليرة. مبروك للجميع، حلو الربح مع اللوتو اللبناني. خلونا نعرف أنا وياكم من وين ربحوا الشبكتين بالمرتبة الثانية. أول شبكة ليبراري كم، سد البوشرية الشبكة الثانية، حمص ستور بالصفرة كسروين. مبروك للرابحين معنا، إن شاء الله تكونوا عم تحضرونا مباشرة على الهواء. أكيد إن شاء الله بتتهنوا بهالمبلغ اللي صار لكم من اللوتو، وعقبال ما يوصل الدور لكل حدا طامح أنه يربح اللوتو اللبناني. بدنا نشوف هلأ بالنسبة لزيد، كمان عنا جايزة 75 مليون ليرة إذا في عنا رابحين بالمرتبة الأولى. ولكن كالعادة قبل منأكدكم من الرقم الرابح مع وسام. تفضل وسام. سحب زيد رقم 2083 لنهار الاثنين 13/2/2023، حمل الرقم 15631. شكرا وسام. الى تابلو زيد، يعني فرصة إضافية للربح معنا بكل سحب للوتو. الرقم عشوائي، حدا صايبه؟ ما في حدا ربحان الليلة معنا بزيد، مش مشكل. كل شبكة بتنتهي ب 5-6-3-1 تربح 900,000 ليرة، كل شبكة بتنتهي ب 6-3-1 تربح 90,000 ليرة، وكل شبكة بتنتهي ب 3-1 بتربح 8,000 ليرة. هلا اليوم ما ربحت المرتبة الأولى اللي كانت حوالي 9.5 مليار. بدنا نعرف بالنسبة لسحب نهار الخميس نقل راد قدي رح بيصيروا كل الجوائز، ولكن أهم شيء المرتبة الأولى مع أستاذ بسام. تقريباً المرتبة الأولى حوالي 10 مليار و500 مليون. حلوة، هرزانة أكثر، بسيطة، ما زعلنا يعني. تاني الجائزة الثانية حوالي 500 مليون مثل اليوم. أوكي، وزيد؟ وزيد رقم جديد مش معودين عليه، حوالي 400 مليون. واو، سبيسيال سبيسيال. شكرا لك استاذ وسام. يعني على كل حال مش بس زيد سبيسيال، جوائز اللوتو اللبناني كلها سبيسيال، ولحتى تحصلوا عليها بلشوا من هاللحظه كتروا شبكاتكم، يعني فرصه ما بتتفوت. فيكم تلعبوا من جميع نقاط بيع العاب لليبانيز دي جو، وطبعا فيكم تلعبوا ايضا من الويب سايت www.lldj.com او من الابلكيشن LLDJ. ومثل العاده في الطريقه العاديه اللي كلكم تستعملوها الاس ام اس عبر ال 1020، بتبعتوا ارقامكم السته فرق سبيس بيناتهم، واذا حبيتوا تلعبوا شبكه عشوائيه فيكم تبعتوا كلمه كيو بي. على كل حال الطرق عديده، انتم والمهم انكم تلاقونا مع شبكات كتار لحتى تفوتوا معنا بفرصه ربح المليارات النقديه يلي بتحصلوا عليها بس عن طريق اللوتو اللبناني. يعني بهالايام ما حدا بيعرف كيف يبرم الدولاب، ما حدا يقول انا ما لي حظ. شاركوا معنا بالسحب، وما بتعرفوا امتين بيكون الحظ الى جانبكم، لانه اذا مع اللوتو اللبناني، اذا مش التنين الخميس. تلاقوني مع شبكات كتار، الى اللقاء.